تقرير، شوف تقرير صوبته الرئيسي احمد شلبي، لان هو بطل هذا التقرير، ولكن ما اريد ان اقوله. التقرير اللي سواه شلبي اصدره في 11/10/2015. كيف لم يفعل اي شيء على التقرير؟ كيف عندما مات شلبي اختفى التقرير؟ كيف منو جاء بعد محمد شلبي؟ هيثم الجبوري كان نائب رئيس اللجنة المالية صار بمكانه. يا بنت يا هيثم الجبوري، وين وديت التقرير؟ وين دفنته؟ لمن بعته؟ سويت بيه؟ زين ندري بيك انت هم عندك علاقة بسرقة القرن، لكن يا سرقة القرن، هاي سرقة القرون. زين اللي حل محل شلبي رحيم الدراجي، الشيخ رحيم الدراجي، وينك؟ شو ماكو هذا التقرير؟ اختفى، ما تحكي بي، ما طلعته للملأ، تحكي على الفساد. أنا أقول لكم طلع الموضوع أثاري ضخم وكبير، وكلما قرأت واكتشفت أكثر، ومن خلال هذا تقرير OCCRB اكتشفت أن الموضوع أكبر، ولذلك تأكد لي أكثر أن شلبي قد اغتيل أو قتل. هذا يعني كما قلت وأكرر، ليس لدي أي إثبات، هذا اعتقاد شخصي من خلال يعني ربط الأحداث. هذه هي رسالة الدكتور أحمد شلبي اللي هي صفحتين كما قلت، تاريخ الرسالة 11/10/2015، وصلت إلى وزارة المالية في 13/10/2015، العدد 10492، العدد الصادر 740، إلى رئيس هيئة النزاهة المحترم تحية طيبة. طبعا عفوا، هاي هيئة النزاهة، لكن هناك نسخة من نسخ إلى وزارة المالية وغيرها. نرفق لكم وثائق عن نتائج البحث التي قامت به اللجنة المالية حول مزاد العملة، ونذكر تفاصيل أحد البنوك بنك الهدى كمثل على المخالفات والجرائم التي ترتكب، جرائم سماها شلبي، التي ترتكب من قبل مجموعة من البنوك وأصحابها في مزاد العملة الأجنبية. وثيقة مشتريات بنك الهدى من بنك المركزي بالدولار، والتي تبين الأشخاص والشركات التي اشترى باسمها الدولار من البنك المركزي لغرض الاستيراد. هاي كلمة استيراد يعني نكتة، يستوردون هواء. وثيقة من مسجل الشركات تبين أن معظم هذه الشركات غير مسجلة. ذهب شلبي إلى مسجل الشركات، طلعت كلها أكثرها كاذبة، مما يشير أن هناك مخالفات تزوير في هذه العملية. وثيقة من مسجل الشركات تبين مؤسسي شركة الطيب للتحويل المالي، ومنهم السيد حمد ياسر محسن اللي هو حمد الياسري، وهو الشخص اللي يدير بنك الهدى ويملك أسهم فيه. عندما حول البنك المركزي مشتريات بنك الهدى من الدولار إلى مراسل بنك الهدى في الأردن، بنك الإسكان الأردني، طلب بنك الهدى من بنك الإسكان تسجيل هذه الأموال لحساب 3 شركات، وهي شركة الطيب للتحويل المالي، شركة عراقنا للتحويل المالي، شركة المهج للتحويل المالي، وذلك حسب كشف حساب بنك الهدى لدى بنك الإسكان التي حصلت عليه لجنتنا دون أن يكون هناك ذكر لأي هذه الشركات عند شراء الدولار. يحط الشركات تالي يحول وما يذكر الشركات. هنا طبعا مكتوب لخص السيد الوزير المحترم للتفضل بالاطلاع مع التقدير 19/10، راحت للوزير، وزير المالية. يتضح من أعلاه أن السيد حمد ياسر محسن قام بشراء الدولار من البنك المركزي بوثائق مزورة وحولها لشركة يملكها ويتصرف بها كاملا. أرجوكم انتبهوا إلى الأرقام المرعبة. بنك الهدى بنك واحد دكان، إيش قد حول؟ راح أكبر الرقم. قام بنك الهدى بتحويل 6,455,660,368 دولار، 6 مليارات ونص يحول هذا البنك وحده إلى حسابي في بنك الإسكان الأردني خلال سنوات 2012-13-14 والجزء الأول من سنة 15، وحول من هذا المبلغ يحول إلى حسابه، تالي من حسابه يحول إلى شركة الطيب اللي هي في نفس البنك. حول 5,787,999,397 دولار، يعني شال من 6.5 صارت 85.10، يعني حوالي 700 مليون شال منها بالتحويل إلى شركة الطيب.
في حسابها لدى البنك الإسكان الأردني. وقام شركة الطيب بعدين سوى التحويل له شركة الطيب بدولة تحويل المبلغ 5,704,000 من 5,787,000 إلى 704 انشالت 83 مليون دولار. إلى وين؟ إلى حساب شركة الكمال للصرافة بالأردن، وشركة صرافة عادية، شركة عادية تتحول لها 5,700,000,000 دولار، يعني 8 تريليونات حوالي دينار. بدولة تحويل هذه الأموال إلى مستفيدين لا نعلم بهم ولا نعلم كيف استخدموا هذه الأموال التي هي ثمن بيع النفط نفط ملك الشعب العراقي. هذه موعظة، هذه مو رسالة، هاي مرعبة. لذا نرجو من هيئة النزاهة التحقيق في هذا الأمر، ونقترح أن تحصل هيئة النزاهة على نسخ من برقيات السوفت التي أرسلها بنك الهدى إلى بنك الإسكان، والبرقيات التي أرسلتها شركة الطيب إلى شركة الكمال في الأردن. وإذا وجدت هيئة النزاهة مانعا من مخاطبة هذه الشركات، يعني تشلمي دي يعلم شلون يسوون التحقيق لأنها شركات خاصة، فإننا نستطيع عن طريق البنك المركزي الذي يخول القانون الحصول على كافة المعلومات عن حسابات البنوك العراقية في الخارج وعلى حسابات شركات تحويل المالي كذلك. الصفحة الثانية من الكتاب. لقد حاولت لجنتنا لفترة طويلة الحصول على معلومات هذه الحسابات من البنك المركزي ولم نوفق. يعني البنك المركزي يرفض يعطي معلومات، يدافع عن الحرمية في الحصول على معلومات دقيقة، فأما جبهنا بعدم الرد أو تزويدنا بمعلومات كاذبة من شركات التحويل المالي. وكمثال على ذلك أجاب البنك المركزي على طلب من المعلومات حول حركة حساب شركة المهج للتحويل المالي لدى شركة الراوي للصرافة في الأردن. هاي كل الشركات أنها وضعت تحت العقوبات في الأردن. أجابنا البنك المركزي وضمن جوابه رسائل من شركة الراوي وشركة المهج يقولون فيها أن ليس هناك تعامل بينهم خلال 2014، بينما حصلنا على جدول يبين أن هناك على الأقل 53 معاملة بينهم بمجموع 547,000,000 دولار، نص مليار دولار. زين، ونفرق الصور من هذه الرسالة وجدول. وهناك معلومات تفصيلية لدينا حول تعاملات مصرف الشرق الأوسط لسنة 2012، حيث يتضح أن أصحاب الأسهم في المصرف وهم عائلة علي محمد غلام عيني الشهير اللي سوت له مقابلة صحيفة الوصي جنرال في المقال الهائل أيضا لتهريب النفط وتحويل العملة الصعبة والدولار إلى إيران في 8 أيلول الشهر الماضي، شهر من قبل شهر بالضبط، على أسهم هذا المصرف عن طريق تحقيق الأرباح في مزاد عملة. علي محمد غلام الهندي مشتري بيت في لندن 40,000,000 باوند، يعني 50,000,000 دولار. تحقيق الأرباح في مزاد العملة الأجنبية واستعمل شركة الندى للتحويل المالي التي يملكونها حسب شهادة مسجل الشركات بعمليات مشابهة لما ذكرنا. هذا الكتاب، هاي شوف هذا توقيع مجلس النواب، توقيع أحمد شلبي رئيس اللجنة، التوقيع في 8/10/2015، هذا خطه أعرفه.